يا ساعتها الشيخ محمد قال لي سمع. قلت مش وقت يا سيدنا. قال لي سمع واقرا في القران ورتل، عاوز ادمع. قلت ليه؟ قال لي صوتك في القراءه حلمتي بيه. قول يا عبد الفتاح لابنك يقرا سوره، ولا يمكن يبقى ناسي. قال له ناسي؟ تبقى ليلته يا شيخنا سودة فوق دماغه وعطيه. لما ينسى كتاب الهه هحبسه في اوضه الخزين، ياخد العلقه اللي هي والجيران راح يسمعوه. قمت اجري، قال هاتوه. قلت عاوز اقرا ايه؟ قال لي يوسف ولا مريم ولا طه او ياسين. قلت مين؟ قال لي لا وحياه ابوك، اوعى تدخل تاني قافيه، احسن الناس يسحبوك تلقى نفسك ناقص عافيه. المهم قعدت اقرا جوه على الدكه العجوزه الكلام، وفهمت منه انه دايما كان له عوزه. احفظ المولى وكتابه تبقى فايز، لا وجايز تبقى حد يا واد كبير. يعني ايه كلمه كبير؟ ابقى قدك؟ قال لي قدي. شوف يا فندي، الكبير دايما بفعله والكلام الكل يسمع، والصغير لو رجع له يمسح العين اللي تدمع. قلت ماشي، ايه الجديد؟ قال لي تاني هعيد وازيد. قلت منك نستفيد. قال لي صون اهلك وناسك والرحم واصبر تنون، وان بنيت ظبط اساسك كله بالعقل واصول، تلقى كل الخلق باسك كان عدو او كان عزول. مع ابن الاصول محمد ابراهيم درويش. انا لو منك بعد ده روح. تقديم الله. كل الرجال جت وانا لسه جاي دوري. ارض السبا شابت وانا ارضي بتزوري، قال لي غرامك هلاك بتلفي وتدوري، واشطان وعامله ملاك ليه قلب انا تزوري، واخداني لف سكتك وحالفه لجوري، وحياه جمال طلتك ما هتنعم الجوري، وحياه جمالك تبعدي وسيبيني انا الناسي، ده انا بعت يوم جنتك وصبحت انا ناسي، توبك عليك اتحكم وانا توبي ده مقاسي، لا هتدخلي مهجتي ولا تبقي وسواسي، بحر العيوب بحركم وانا مركبي راسي، لا هزور في يوم شطكم ولا تدخل وراسي. الله. شكرا محمد ابراهيم درويش.